يا صباح الورد، شايفين الشمس ايش قد حلوة؟ أساسا ماكو حياة من غير شمس، يعني لولا الشمس تنتهي الحياة، فهي دائما موجودة وتشع بنورها من غير أي أجندة، سواء احنا استمتعنا بيها أو ما استمتعنا، سواء قعدنا جواها واستقبلنا نورها أو ختلنا منها، سواء اكو ناس تحبها وناس تكرهها، بس هي دائما موجودة وتشع بنورها من غير أي شروط، من غير أي أجندة. فش قد حلو لما نكون احنا مثل الشمس، لما نكون احنا بدنا نضوي الليل والنهار، لأنه حتى القمر ما يضوى من غير الشمس. فكل يوم الصبح لما تفتحون عيونكم الحلوة من النوم، اخذوا نفس جميل واستقبلوا هذا اليوم مثل الشمس، دائما ازهروا في الصباح، اتنفسوا وتوسعوا وشعوا بنوركم لكل البشرية. هذا أحلى شيء تبتدون بيه يومكم، تشرقون مثل الشمس من غير أي شروط وأجندة. شلون لازم يكون يومي، أو لما تصير لي أحداث رأسا على طول أصنفها بأنه هي سلبية ويصير عندي إحباط وأرجع أغيب، لا، بدون ما أصنف أي شيء أشرق وأزدهر وأنور مثل شمسنا الحلوة. استشعروا العبارة اللي دائما نرددها بالأكاديمية: All is well in all of creation. كل شيء حلو بخلقي أنا، يعني مو بس الأشياء برا هي حلوة، وإنما حتى حياتي، نسخي، احتمالاتي، تجاربي، الماضي مالتي، مستقبلي، كل حلو لو تبطلون تحكمون عليه وتصنفوه. لأنه مثل ما قلت لكم، حتى التحديات والتجارب الصعبة حلوة، خلق جميل دا تعيش الروح. لأنه تدرون ليش؟ الروح أبدا ما تتألم، هي فقط تأخذ الحكمة وتتوسع، تشبع نفسها بعصارة تجاربنا، فلهذا لا تشيلولها هم. وتدرون شنو أحلى شيء؟ لما نبطل نحلل ونصنف ونحكم، رح نسمح لجمال التجربة وحكمتها بأنه يظهر لنا ندركه ونتشربه. بينما لما نكون في حالة أحكام ورفض ومقاومة، حكمة موجودة، الجمال موجود، بس مدى نسمح لنفسنا بأنه نشوفه. فلهذا لما نبطل نرفض ونقاوم ونحكم ونصنف، حتى لما تصير لنا أشياء صعبة ومو حلوة، إنه نسأل نفسنا شنو الحكمة، شنو الجمال من هذه التجربة، وننسى الموضوع، راح يبدي هو يظهر لنا، وفعلا راح نشوف الجمال بكل شيء، وراح ناخذ الحكمة من كل تجربة، وكلها راح تغنينا. فش قد حلوة الحياة لما نبتدي أيامنا بإشراقة جميلة من الروح، نكون احنا شمس حياتنا، سواء كانت الشمس موجودة برا أو غايبة، انتو الشمس، اسمحوا لروحكم بأن تشرق وتشع بنورها من غير أجندة. نكون في حالة تناغم مع الحياة، ونستشعر دائما عبارة كل شيء حلو بخلقي أنا. All is well in my creation. وأي شيء يصير ويانا، بدل ما نرفضه ونقاومه، نسمح لجماله وحكمته بأنه تظهر، نتشربها ونتوسع بيها أكثر وأكثر.